ليس هناك عمل أسمى من تحضير الفطور للصائمين في شهر رمضان، هي من عادات سكان مدينة الفلوجة خلال الشهر الفضيل من كل عام. مبادرة مطبخ الخيرات واحدة من مبادرات كثيرة لإطعام الصائمين في المدينة، حيث توزع وجبات الإفطار يومياً على العائلات المتعففة وذوي الدخل المحدود وطلاب الأقسام الداخلية الوافدين إلى محافظة الأنبار. عمل دؤوب يقوم به متطوعو المطبخ منذ الصباح وحتى موعد الإفطار لتجهيز موائد الصائمين بأشهى المأكولات. طبعاً مطبخ الخيرات مكون من 12 شخص مقسمين، قسم مختصين بالطبخ، قسم مختصين بجمع التبرعات، قسم مختصين بتوزيع المساعدات إذا كانت هي سلال غذائية أو وجبات إفطار. الوجبات الإفطار تقريبا 100 وجبة من الحجم العائلي توزع على العوائل المتعففة، بالإضافة إلى 100 إلى 150 وجبة من الحجم الشخصي الحجم الصغير توزع على في مدخل مدينة الفلوجة. ولا يقتصر عمل فريق مطبخ الخيرات على تحضير وجبات الإفطار والسحور فقط، بل يقومون بإيصال الطعام إلى العائلات الأكثر فقراً. آلية التوزيع، هناك كوادر مختصة بها بالتوزيع، سيارات تتنقل في بين الأحياء السكنية وكذلك المساعدة للفقراء والمحتاجين، وكذلك هناك سيارات متنقلة أيضا تتجول لتوزيع السلات الرمضانية، والحمد لله كوادرنا مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك. نشاط خيري استثنائي لاقى ترحيبا واسعا من سكان المدينة. والله فكرة جيد جدا ومحترمة وبها أجر إن شاء الله، ماجورين ان شاء الله، هاي ميزان حسناتهم. هاي الناس تجي تدري انت ما تمر لا مطاعم ولا هاي، يفوتها الوقت مال الفطور، فالناس يعني جزاهم الله خير، هذول اهل الخيرات جاي يوزعون لهاي الناس. ايادي بيضاء مجهوله تدعم هذا المشروع، ومتطوعون يعملون يوميا في سبيل مساعده المحتاجين. تلك هي اجواء رمضان في الفلوجه.